السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن حال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوه اللي كتجي رائعه بزاف وبنينه وكتجي هشيشه ولذيذه، وغادي نخليكم على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 250 غرام ديال الزبده، شاصيه كبيره ديال الافلام، عندي كاس ديال زيت المائده، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، شاصيه واحده ديال السكر فاني، الدقيق حسب الخليط، وخماره واحده. عندي 250 غرام ديال اللوز محمر ومطحون، الا بغيتو كميه كثيره فكديروا 500 غرام ديال اللوز، وكديروا 500 غرام ديال الزبده، وكديروا جوج كيسان الزيت، كل جوج كيسان الحليب، وجوج كيسان السكر. وخليكم مع طريقه التحضير. كما كتشوفوا معايا، انا خديت الاناء درت فيه الزبده والسكر والسكر فاني، وغادي نخدم هذه الزبده مع السكر مزيان. الزبده خاصه نخرجوها قبل من الفريغو باش ما تبقاش لي قاصحه وتسهل علينا الخدمه. نخرجوها على الاقل شي ساعتين قبل ما نبداو. غادي نخدم مزيان هذا السكر حتى كيذوب هو الزبده. كما كتشوفوا، بعد ما قدمت ديك الزبده والسكر مزيان، دابا غادي نزيد عليهم هاد كاس ديال الزيت، ونزيد عليهم الحليب، وكنزيد هاد اللوز. كنخلط هادشي مزيان ونزيد عليهم فلان حتى هو. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، هانتوما كما كتشوفوا الخماره رافعينها، وغادي نخلط حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. مخصهاش تجي قاصحه، الا جات قاصحه اللي غطيه كتولي يابسه، كتكونش مزيانه. خصناش نديروها جاريه، وما خصناش نخليوها عاوتاني قاصحه بين وبين. فكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل تجمع ليا العجينه. فخليكم مع الفيديو حتى الاخر. هانتوما كما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالها من بعد ما جمعتها. ها كيفاش كتجي، هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو، ما كتجيش قاصحه، خاصها تكون بحال هكذا باش تخرج لينا الحلوه ديالنا مزيانه. ودابا غادي نبدا نطلقها ونقطعها. انا هنايا خديت واحد الجزء، درت ورق الزبده هو الاول وضفت عليه واحد الجزء، وغادي نبدا نطلق بالبلاط. شويه بيدي عاد غادي نطلق بالبلاط. ما خصناش نرققوها، وما خصناش في نفس الوقت نخليوها غليظه. انا درت ورق الزبده باش ما نضطرش ندير الدقيق، ما بغيتش انا نستعمل الدقيق، حيتاش الا درت فوق السطح بلا ما ندير الدقيق غادي يتلصق ليا. فقلت غنستعمل هاد ورق الزبده من احسن، وما نستعملش الدقيق، يسهل عليا باش نهزها. وغادي ناخذ القطعه، انا خديت هاد القطعه مربعه، فكيمكن لكم تقطعوا بالشكل اللي بغيتو.
هما بحال هكا. هانتوما خاص يجي السمك ديالها بحال هكا. الا رقناها ما غاديش مزيانه، فغادي تجي يابسه. وغادي نحط في الصينيه ديال الفران اللي حتى هي فرشتها بورق الزبده، وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. نخلي شويه المسافه بيناتهم حتىش غادي تزاد الحجم ديالها ملي غادخل الفران. عطيه منها واحد الريحه، يا سلام داك الفلان واللوز محمر جايه منها واحد الريحه كتشهي. وغادي نستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. فخليكم مع الفيديو. بعد ما عمرت هاد الصينيه ديال الفران غادي ندخلها للفران اللي شعلت ليه من قبل، وغادي ندخلها حتى كطيب. فخصنا نردوا البال معها دغيا كطيب باش ما تحرقش لينا. وخليكم مع الفيديو حتى الاخر حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، وخليكم باش تشوفوا طريقه التزيين. ها هي الحلوه ديالي بعد ما طابت وخليتها حتى بردات مزيان. دابا غادي نبدا في التزيين. غادي ناخذ كل حبه مع بعضياتها، غادي نلصقهم بكراميل، وغادي يلصقوا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا كراميل كما كتشوفوا معايا هو انا شريته جاهز كما كتشوفوا معايا. وغادي نبدا على بركه الله ناخذ وحده بحال هكا وندير عليها كمية قليلة ماشي بزاف ما نكتروش. وكناخد حبة اخرى نلصقها بحال هكا كما كتشوفوا، ونحطها في بلاطو. وناخد حبة اخرى كما كتشوفوا بحال هكذا، وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها نكملها، ونعاودو نطلقاو باش نزينها بالشوكولات في الاخير. فخليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا بعد ما ساريت الحلوه ديالي لصقت كل جوج مع بعضياتهم، عندي هنايا الشوكولات ابيض ذوبتو. ودابا غادي نبدا ندير فيه الحلوه ديالي بهذا الشكل. تلبس كامل الشوكولا كما كتشوفوا، وغادي نوضعها فوق هاد الشبيكه هادي. انا فرشت من تحت ورق الزبده كما كتشوفوا، ما حطيتش الحلوه فوق ورق زبده باش ديك الشوكولات ما تلصقش لينا مع الورق الزبده والكاطو. ملي غنجيو نحيدوها غتهرس لينا من التحت، فضروري خاصنا نديرو ديك الشبيكه ديال الحديد باش تسهل علينا ملي تيبس نحيدوها. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل. ما كتعرفوا الشوكولات الابيض ضايق كيبس. تلبس مزيان بالشوكولا كامله. فكنستمر هكذا حتى كنسالي التزيين ديالي. فخليكم مع الفيديو حتى الاخر وتشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما وجدات. ها كيفاش كيجي الشكل ديالها، زينتها من الفوق بالشوكولات الاسود هاد كما كتشوفوا معايا. خليتها حتى يبسات ودرتها في كوي غطات كما كتشوفوا معايا، وقدمتها في هاد البلاطو. وكنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليق زوينه. وكنبغي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله يا ربي، والله يهز علينا هذا الوباء يا ربي. وكنبغي نقول لكم شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.